نعم، قلت لك ان احنا كنا في بنغازي في غرفه العمليات. نعم الان جيد الصوت، تفضل. كويس هيك؟ نعم استمع اليك جيدا، تفضل. ها؟ نعم الان انا استمع اليك جيدا سياده الفريق، تفضل. تمام، يبقى ان احنا كنا في بنغازي في غرفه العمليات. نعم. الساعه 4 الا ربع ماشيين، تسمح فيها ولا لا يا احمد؟ نعم استمع اليك. لما طلعنا للمرج الساعة 3:30 4 إلا ربع بمنطقة السي خليفة. منطقة السي خليفة تسمع لي؟ نسمع فيك، نسمع فيك. منطقة السي خليفة فيها هناك معارض سيارات وبعض الشاحنات وبعض المحاجر الرمل اللي موجودة على يمين الطريق. عند وصولنا بالضبط تم تفجير السيارة في وسط الرتل، يعني السيارة اللي فيها أنا والسيارة اللي وراي فيها ابني، ولكن الحمد لله ربك سلم كل الرتل وسلم كل الجنود اللي معانا ولم يصب منا أحد في أذى. لمن تحمل المسؤولية سيادة الفريق على هذه العملية التي تعرضتم لها وعن هذه المحاولة الجبانة التي تعرضتم لها في المدخل الشرقي لمدينة بنغازي في سيدي خليفة تحديدا؟ دكتور، بكل تأكيد أن هذا الخلايا النائمة للإرهاب في بنغازي اللي تم القضاء عليهم في بنغازي والآن ناويين القضاء عليهم في درنا، هم اللي هذه الحركات الجبانة منهم. نحن لم نتهم أي فصيل او اي مجموعه، ولكن الاتهام موجه الى الدواعش والى الظلاميين. نعم. فيما يتعلق بالاوضاع الامنيه في مدينه بنغازي وايضا في المنطقه العسكريه تحت سيطرتكم او ادارتكم سياده الفريق، هل هي على ما يرام؟ لانه الكثير من الشائعات بدات تطلقها اليوم ماكينه الاخوان الاعلاميه لمحاولة النيل أو نشر أكاذيب وشائعات، خاصة بعد عملية استهدافكم، ما الذي تقوله في هذا الصدد؟ بالعكس، الأمور الأمنية ممتازة جدا بغازي، الأجهزة الأمنية، وزارة الداخلية بالكامل، القوات المسلحة محاصرة بنغازي، الأمور طيبة جدا جدا، والأجهزة الأمنية تشتغل على قدم وساق، ولا يوجد أي خلل أمني بإذن الله في بنغازي. لكن هذا ما حصل في هولندا، حصل في ألمانيا، حصل في أمريكا، حصل في بريطانيا، حصل في كل دول العالم. طيب، بالتأكيد كنتم تتوقعون في أي لحظة محاولة جبانة كهذه المحاولة التي تعرضتم لها اليوم، لكن برأيك سيادة الفريق لماذا الآن يحاول الإرهاب استهدافكم شخصيا؟ أسأل عن التوقيت إن كان له أي دلالة أو مغزى. بكل تأكيد هو يتم استهداف قيادات الكرامة. وأنت خير دليل الماكينة الإعلامية اللي تحركت اليوم أنها تشكك الناس، تشكك الليبيين في قيادات الكرامة وتشكك أمني. بالعكس، نحن موجودين الآن منذ قليل سيادة المشير ليطمئن على صحة الجنود وعلى ما حصل، وأنا أعطيت البيانات بالكامل لما حصل معنا في الطريق وصحته ممتازة، وإن شاء الله اليومين القادمين سيأتي إلى بنغازي. السيادة المشير القائد العام للقوات المسلحة اتصل بكم لتهنئتكم بالسلامة بعد نجاتكم من هذه المحاولة سيادة الفريق، أليس كذلك؟ نعم نعم، اتصل بي هو شخصيا من حوالي ساعة، وأموره ممتازة جدا والله بأمانة. الشعب الليبي يطمئن أنه هو رأوا صحته جيدة وممتازة ممتازة، واطمئن على الحادث، واطمئن سأل على كل الجنود، سأل على كل تفاصيل الحادث. يعني الحمد لله على السلامة مرة أخرى سيادة الفريق.